السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أصدقائي، قصة اليوم اخترناها لكم من بين العديد من القصص لأنها تستحق القراءة والتأمل في معناها. هيا نبدأ على بركة الله. واحدة بثلاث. في قريتنا رجل يتحدث الناس عن خصاله بكل جميل تقاه مع ربه، معاملته الطيبة لجيرانه، مساعدته للضعفاء، الأخذ بيد المحتاجين. هذا الرجل ليس من الأثرياء أصحاب الثروات الكبيرة والأموال الطائلة، بل هو صاحب حقل صغير يعمل به من الصباح الباكر إلى المساء، وهو مصدر رزقه الوحيد، ولكنه كريم جواد بما يتيسر له من المال والجهد والنصح. أحبه الناس وأحبهم. أراد يوما الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة، فوجد أن عليه في ذلك اليوم القيام بأعمال كثيرة. حماره الوحيد قد ضل، ولا بد من البحث عنه. نوبة سقي أرضه التي ينتظرها في حقله بجميع المعدات قد يحل موعدها بعد حين، ولا بد أن يتولى مراقبة تدفق المياه، وإن دقيقا له في الطاحونة عليه أن يحضره لتخبز منه زوجته للعشاء. فقال في نفسه، وقد توقف عن تجريف الطين من إحدى مجاري الماء، إن أنا ذهبت لأداء صلاة الجمعة فقد تفوتني هذه الأعمال الأكيدة كلها أو بعضها. وفي اللحظة سمع المؤذن ينادي، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فبسمل وقرأ الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فتوقف عن كل نشاط وقال، علمنا وصدقنا يا رب، وقرر أن يؤجل كل الأعمال إلى ما بعد أداء الصلاة، وتوجه في الحين إلى المسجد. في الوقت الذي كان الرجل في المسجد، عثر صبي من صبيان جيرانه على الحمار الشارد وعرفه، إنه حمار جاره الذي يبحث عنه، فقاده إلى حقله وسلمه إلى زوجته، فشكرته على صنيعه الجميل، وحمدت الله على رجوع الحمار. ولما حان أوان نوبة سقي الأرض، والرجل لم يعد بعد، فاض الماء وتدفق السيل، ففتحت الزوجة وابنتها الحواجز في طريقه، فجرى في جميع السواقي، وبقيت كل واحدة منهما تراقب جانبا من الحقل حتى ارتوت كل المزروعات. ولما عاد الرجل من المسجد وجد حماره قد عاد وأرضه قد سقيت، فعجب للأمر وسأل زوجته كيف حصل ذلك، فأخبرته بما وقع وقالت، حتى الدقيق جاء به جار لنا له دقيق في الطاحونة، عرف كيسنا فأحضره، فخبزنا لعشائنا والحمد لله، ورفع يديه إلى السماء وقال، لك الحمد يا رب، امتثلت لك في حاجة ثوابها لي، فقضيت لي ثلاثا، ما أكرمك يا كريم. ثم توجه إلى حقله يعمل بجد المؤمن وحماس الصادق. العبرة من هذه القصة يا أصدقائي أن الله لا يضيع عبده المؤمن، وخاصة إذا امتثل
لأوامره سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. أتمنى يا أصدقائي أن تكونوا استفدتم من هذه القصة وتعلمتم شيئا جديدا. إذا أعجبتكم هذه القصة شاركوها مع أصدقائكم، ولا تنسوا الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة أصدقائي، أنا أحبكم في الله.